ذكرت ورجعت مرة انت مقراتها مقرات تدريباتها لتطمئن يعني اللجنة المنظمة العليا بأن لا يوجد أي مشاكل، كل سبل الراحة موجودة لكل المنتخبات. تعرفون يعني أنت أخوان والسعودية وأهل، فبس يعني نطمن من الأخوان ونشاوفهم إذا ناقصهم شيء في شيء. يعني هذا بشكل عام كل يوم نأخذ مجموعة من المنتخبات ويظلون إخواننا بالمملكة أشقاء وأحباء. يعني نتمنى أن ننجح بأن نحسن استضافتهم بالشكل اللي يليق بهم.